أنا بشجع الزمالك من حوالي 50 سنة، مهما يكسب مهما يخسر أنا بنتمي للزمالك. فلما ربنا كرمني وجبت محمد ومصطفى عملت المستحيل معاهم على أساس إن هم يبقوا زملكاوية. وبعدين لقيت بقى محمد بعد كده بقى بدأ يعني إيه ينتمي للزمالك أكتر، ومصطفى بقى ماشي إن هو بيحب الأهلي وبيشجع الأهلي. ده أهم حاجة إن ميبقاش فيها مشاكل وفي مشاجرات مع حد بتاع، ومفيش تعصب وكل واحد بيحب الفرقه بتاعته بيروح التدريب بتاعه، يعني كويسين مع بعض. شهره بقى في الحته وده يقول لي اهلاوي وده يقول لك زملكاوي، ولغايه النهارده برضو يعني الناس كلها بتحبهم هما الاثنين عشان اخلاقهم عاليه. يعني كان ليا خالي كان بياخدنا على كتفه ويوديني. كان مره الزمالك بيلعب تونس في نادي الزمالك في 100 عقبه، كان منتخب الفنان بتاعته كان العالم مصري كان على الصدر كده زي الزمالك كده خطين 3 خطوط. وكنت بتفرج على الماتشات الدولية وبتاع، وبدأت بقى ايه اهرب من المدرسة اروح اتفرج على الزمالك. انا ليا اخ واحد اهلاوي، يعني زي ما انا جايب محمد ومصطفى فانا ومحمد اهلاوي وزملكاوي. ما احبش اغلط في الاهلي ولا اشتم الاهلي، وجمهور الزمالك برضو بزعل لما بيشتم وبزعل لما جمهور الاهلي يشتم، عشان في ناس محترمة نفسي الجمهور ترجع زي زمان ويشجعوا زي زمان وتلاقي حب زي زمان. عايزين بس الروح ترجع زي زمان مش اكتر. الفالينا البيضة بخطين حمر انا هفضل احبها طول العمر. اهلاوي انا والفخر ليا، انا نادي القرن في القارة ونادية. اول ما بدأت اشجع كورة كان عندي 12 سنة. انا اهلاوي من ساعة ما وعيت على الدنيا، انا وهو مع بعضنا طول الوقت، بنروح مع بعض هنا بنتفرج مع بعض على الماتش على الكافيه، ماتش الاهلي والزمالك بنبقى موجودين مع بعض. في مواقف حلوه برضو، انا وهو كان في الاهلي بيلعب في افريقيا ورحت بتشيرت الزمالك وهو بتشيرت الاهلي، ورحت طبعا عشان اتفرج على الاهلي. جمهور الاهلي طبعا يعني استغرب، انا قلت لهم انا جاي اشجعكم لانكم بتلعبوا باسم مصر، فطبعا انا لازم اشجعكم وانا لابس تيشيرت الزمالك. اخر مره كنا مع بعض كنا بنتفرج على ماتش من 3 سنين في الدوري، واحنا مروحين طبعا طول الطريق الناس كلها كل شويه تقول له يا بواب، الناس كلها تتريق عليه، وانا خدته كده تعذيباتي ولهم خلاص يا جدعان هم خسروا خلاص وما ينفعش. كان في ماتش الاهلي وزمالك، فكنا انا وهو بنتفرج في 100 عقبه، فكنا انا وهو يعني انا قلت له لو الزمالك كسب تعزمني انت على غدا، لو الاهلي كسب اعزمك انا على غدا. فطبعا الماتش دوت خلص بفوز الاهلي، فانا طبعا عزمته على غدا في اليوم دوت. في حاجه اسمها برضو روح رياضيه، يعني انا في مطوشه بتبقى مهمه مثلا للزمالك انا بقعد اشجع الزمالك فيها. مثلا ماتش سان داون كنت ماشي في الشارع ووقفت مخصوص في اي حته عشان اتفرج على الماتش واكمل الماتش. نتمنى نرجع زي الاول تاني المدرجات، يعني طبعا كنا بنروح المدرجات كنا بنشجع ال 90 دقيقه، بنشجع فريقنا ورا فريقنا. طب ما اتخانقنا عشان ماتش، لا احنا بنقعد نهزر ونقعد نضحك ونقعد نتكلم شويه عادي، نقعد نرخم على بعض. بتمنى ما اشوفش دايما تعصب مع اهلي وزمالك. الكوره ديت فن واخلاق ورياضه. لا 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 اهلاوي انا والفخر ليا.